لم يكن المونديال فرصة لننسى لخمن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، بل على العكس استطاعت قطر أن توظف المونديال لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال إيقاف الحفلات أثناء أوقات الصلاة، من خلال بث الآذان في المكبرات الخارجية للشوارع، وأيضا اليوم باحتفال الافتتاحية كان القرآن حاضر وبهذه الآيات الكريم تعلم أبجديات لغتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.